منصات رقمية من تلفزيون دبي، مساء الخير وأهلا بكم. يرصد لكم فريق منصات رقمية بشكل يومي أهم وأبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي محليا وعربيا وعالميا. البداية مع تغريدة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم التي وجه من خلالها التقدير لفاعلي الخير، وكتب سموه مع الفيديو الذي أرفقه في حسابه الخاص على تويتر: تحية تقدير وعرفان لكل من يبذل وقته وجهده في سبيل التخفيف عن الناس في وقت شدة، ولكل من يمد يده بالخير لرسم بسمة، ولكل من يجعل عطاءه نورا يضيء به الطريق ويشيع به الأمل في النفوس. التطوع ثقافة يرقى بها الإنسان وإرادة لا يملكها إلا الشجعان. الكثير من المرح يدق أبوابكم. دعوة من تحدي دبي للياقة لسكان دبي وزوارها للانضمام إلى محطة جديدة حافلة بالإثارة والشغف من خلال انطلاق سلسلة من فعالياتها في حديقة أبراج بحيرات الجميرة من السادس وحتى الرابع عشر من نوفمبر، والتي تضم العديد من أنشطة الأطفال واليوغا وباقة من التمارين الرياضية التي تبدأ في الصباح الباكر وتستمر حتى نهاية اليوم. عالم فيراري أبو ظبي يشارك متابعيه على إنستغرام بفيديو مميز يلخص مسيرة هذا الفضاء الترفيهي ذو الشهرة العالمية الواسعة، وصاحب الفيديو التعليق التالي: رحلتنا على مدى 10 سنوات كانت أسطورية بحق، معا نتذكر كيف بدأ كل ذلك ونحتفي بمزيد من التشويق الذي يحطم الأرقام القياسية وبترفيه عالمي المستوى. الانتخابات الأمريكية بكل تفاصيلها هي الطاغية على مواقع التواصل الاجتماعي دون منازع، فبين مؤيدين لإعادة انتخاب الرئيس الحالي دونالد ترامب أو فوز المرشح المنافس جو بايدن، العالم يحبس أنفاسه ويتابع عن كثب عبر هاشتاج إلكشن داي وهاشتاج اسمي المرشحين ترامب وبايدن بانتظار لمن ستكون الغلبة. ومع استمرار حالة عدم اليقين فيما يخص تأخير إعلان النتائج، يزداد الضغط على مواقع التواصل لتجنب تحول منصاتها الإلكترونية إلى ناقلات للمعلومات المضللة ومكافحة خطاب الكراهية الذي من الممكن أن يؤجج مشاعر الغضب والتوتر. ومن المواضيع التي لفتت الأنظار عبر المنصات الرقمية في خضم الصراع إلى البيت الأبيض، التقليد السنوي الذي يحرص عليه الناخبون الأمريكيون في ولاية نيويورك تحديدا بعد الانتهاء من التصويت، حيث يصطف المئات من الناخبين أمام ضريح سوزان أنتوني الناشطة في حقوق المرأة لوضع ملصقات تحمل تعبير لقد صوت أو I voted، وذلك تكريما للمرأة التي كان لها دور محوري في تعديل الدستور وضمان تصويت النساء قبل 100 عام.
وعلى تويتر غردت مجلة تايم الأمريكية لأول مرة في تاريخها الذي يمتد لمئة عام قائلة: قررنا استبدال شعارنا بمناسبة الانتخابات الأمريكية بعنوان صوت، وذلك في عدد اليوم الثاني من نوفمبر، بينما وضعت على غلافه رسما لفتاة ترتدي كمامة طويلة. المدير التنفيذي للمجلة أدوارد فيلسنتال قال: أحداث قليلة حول العالم تستطيع أن توازي أهمية الانتخابات الأمريكية في تغيير شكل العالم. وإلى جديد تطبيق الرسائل القصيرة واتساب، التطبيق الشهير قام بتجديد أساليب تفريغ سعة التخزين المرتبطة به، الأمر الذي يسهل على المستخدمين العثور على الملفات التي تشغل مساحة كبيرة من ذاكرة هواتفهم ومن ثم حذفها. وشارك واتساب مستخدميه مقطع فيديو يوضح كيفية عمل الآلية الجديدة التي يمكن الوصول إليها من خلال قائمة الإعدادات ومن ثم اختيار التخزين والبيانات وبعدها إدارة الذاكرة. الأداة الجديدة ستكون متوفرة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم هذا الأسبوع. هناك الكثير من الوظائف الصعبة، ومن بين الأصعب هي تلك التي فيها تواصل مستمر مع الزبائن. من بين هذه الوظائف تعود للأشخاص الذين يعملون على حسابات الشركات الكبرى على مواقع التواصل. ظهر ذلك مع الشخص الذي يقف وراء الحساب الرسمي لماكدونالدز على تويتر، والذي يبدو أنه كان يمر بيوم عصيب، فقام بالتغريد بصرخة تعاطف شخصية قائلا: دائما السؤال متى ستعيدون طرح هذا الساندويش، ولم يكن السؤال يوما كيف هو حال الشخص الذي يعمل على حساب ماكدونالدز. ليأتي الدعم العاطفي على تويتر من قبل عدد كبير من الأفراد العاملين على حسابات كبرى الشركات العالمية، من بينهم حسابات أكس بوكس وفيسبوك وإتش بي أو وآي بي أم وبيتزا هات وزوم ومايكروسوفت وغيرهم كثير. فغرد الحساب الرسمي لشركة مايكروسوفت قائلا: عزيزي الشخص الذي يدير حساب ماكدونالدز، كيف حالك؟ مع التحيات من الشخص الذي يدير حساب مايكروسوفت. لتتوالى التغريدات الطريفة بين الحسابين ويسجل لحظات إنسانية مميزة باتت نادرة على السوشيال ميديا. وفي جديد الرياضة، مشاعر الفرحة انتابت محبي أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا وانعكست في تفاعلاتهم على منصات التواصل بعد أخبار عن نجاح عملية جراحية إثر تعرضه لنزيف في الدماغ خضع لها مؤخرا. وأظهرت فيديوهات متداولة عشاق مارادونا وهم يهتفون من الفرحة لدى سماعهم خبر نجاح العملية. كما تداول محبو مارادونا تفاعل اللاعب المخضرم والمدير الفني لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان، الذي وجه رسالة دعم إلى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني مارادونا بعد خضوعه للعملية الجراحية. قال فيها: أتمنى وأدعو بأن يكون كل شيء على ما يرام، هذا ما نتمناه له ولعائلته. وعشاق الساحرة المستديرة تداولوا على مواقع التواصل أيضا الرقم القياسي الجديد لنجم ليفربول المصري محمد صلاح، حيث تمكن من رفع رصيده من الأهداف لصالح فريقه في دوري أبطال أوروبا إلى 21 هدفا، ليتساوى مع هداف الفريق التاريخي في البطولة ستيفن جيرار، حيث سجل صلاح هدفا في المباراة أمام أتلانتا الإيطالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز ليفربول بخمسة أهداف نظيفة يوم الثلاثاء. ومن أبرز الصور والفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي صور الطفلتين التركيتين أليف وعايدة، اللتين صمدتا لأكثر من ثلاثة أيام تحت الركام بعد الزلزال القوي الذي وقع في بحر إيجا في أزمير، حيث انتشلت فرق الإنقاذ الطفلة أليف التي تبلغ من العمر ثلاثة سنوات وهي على قيد الحياة بعد أن بقيت تحت الإنقاذ لأكثر من 65 ساعة، وتم نقلها إلى المستشفى حيث تلقت العلاج وهي بخير اليوم. ومن أكثر الصور التي لفتت الأنظار على مواقع التواصل الصورة التي تظهر فيها أليف وهي ممسكة بإصبع مسعفها في لقطة مؤثرة.
وبعد 95 ساعة تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الطفلة عايدة وهي على قيد الحياة بعد أن سمعوا صراخها من تحت الأنقاض. وظهرت عايدة البالغة من العمر 4 سنوات في لقطات فيديو مؤثرة وهي تنتظر نقلها إلى بر الأمان وتطلب الماء ولبن العيران من المسعفين. Nereden ağrıyor? Karnın mı ağrıyor? Tamam. Geçecek tamam mı? Orası da mı ağrıyor? موكب حافل يستقبل الشابة سارة فري التي اعتبرها أهلها وأصدقاؤها بطلة شجاعة تستحق التحية، فشاركوا هذه اللحظات المميزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. المراهقة سارة تعود إلى بيتها بعد 2.5 شهر أمضتها في المستشفى إثر تعرضها لحادث سير تسبب في بتر ساقيها. رحلة شفائها كانت شاقة حيث خضعت ل20 عملية جراحية. الموكب كان احتفالية كبرى حرص خلالها أهالي مدينة سيراكيوز في ولاية يوتا الأمريكية على إبراز مدى حبهم واحترامهم لهذه المشجعة التي اعتبرت ضحية للاستهتار ورمزا للصمود والتحدي. وإلى فيديو مؤثر آخر حقق انتشارا على إنستغرام لطفلة صغيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة أثر لطفها المتابعين وبث فيهم تعاطفا منقطع النظير. الطفلة الصغيرة كولبي أصرت على دعوة جدتها للتنزه سويا لتظهر حماسا وحيوية لا حدود لهما. فيديو آخر يظهر مدى عمق العلاقة التي تجمع الجدات بالأحفاد. يصور لنا طفلة صغيرة تتنكر في زي يحاكي مظهر الجدات لتحظى بإعجاب وحب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. الزي التنكري لم يهمل أدق التفاصيل بل تعداها ليشمل الحركات وأسلوب المشي. وطفل صيني يصبح نجما على مواقع التواصل الاجتماعي. نيان غاو الذي يبلغ من العمر 3 سنوات خطف الأنظار بسبب مهاراته العالية في تنس الطاولة حيث أظهر تفوقا واضحا في اللعبة رغم صغر سنه، والفضل في هذا يعود إلى جدته التي حرصت على تدريبه بتقنيات اللعبة كونها لاعبة تنس طاولة سابقة. أكبر ثمرة قرع من النوع الأطلسي تحقق انتشارا على مواقع التواصل لتسلط الضوء على أحد أشهر الطقوس الاحتفالية بروسيا. وزن الثمرة تخطى 400 كيلوغرام واستطاع حجمها الكبير أن يستقطب المئات في إحدى الحدائق في موسكو، حيث شكل تقطيعها حدثا مميزا وتتويجا لجهد المزارع الذي حرص على نموها بهذا الشكل الفريد. الاحتفالية عادة سنوية يستمتع بها الروس في فصل الخريف الذي يمثل فصل النشاط والحيوية. وإلى حساب يستحق المتابعة يعود لفتى الفيلة كما يسمي نفسه، هو مدرب الأفيال الشاب ريني كاسيلي الذي يوثق من خلال حسابه على إنستغرام يوميته الغريبة وعلاقته المميزة مع أفياله. المقاطع والصور في الحساب تظهر شغف هذا الشاب بعمله في تدريب هذه الحيوانات الضخمة وتفاعلها معه وتجاوبها مع طلباته، وكأنها تفهم بالضبط ما يريده منها. Mama, Birgit? 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 Stopp!
ومفاجأة غير متوقعة تحت غطاء سيارة ظهرت في مقطع فيديو انتشر في الولايات المتحدة ومنه إلى العالم، يظهر عملية انتشال ثعبان عملاق طوله 10 أقدام ملتف تحت غطاء محرك السيارة بالتعاون مع ضباط الخدمة الخاصة بالحيوانات البرية في ولاية فلوريدا. ويظهر في الفيديو نجاحهم بالمهمة التي تم توثيقها عبر حساباتهم الرسمية في المنصات الرقمية. متجاوزة 7 مليارات مشاهدة، أغنية الأطفال بيبي شارك أصبحت أكثر الفيديوهات مشاهدة على يوتيوب متفوقة على أغنية ديسباسيت. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لليوم. انتظرونا غدا لننقل لكم كل جديد على المنصات الرقمية. إلى اللقاء.